موقع أنا السلفي. عباد الله، قد مضت ثلاث أو أوشكت من هذه الأيام المباركة، فانظروا ماذا صنعتم فيها. لينظر كل منا ماذا قرأ من القرآن، ماذا صلى من الصلاة، ماذا قال من الأذكار، من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. راجعوا أنفسكم واحذروا من ضياع أوقاتكم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا في الدنيا والآخرة كما شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة له وحده، شرع النحر والذبح له وحده، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، وهو النهر في الجنة والخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأخلص صلاته لله وأخلص نحره لله كما أمره الله: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي وعباداتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.